شمس الأمنيات. على ضوء شمس النهار استفاقت الطيور والأعشاب والزهور، والندى يتقاطر من أوراقها ليغدو الزهر فواحاً بالعبير الممزوج بالعطور. بدأ الجميع بجني الأرزاق وتعاونوا على البر وجميل الإنفاق، إلا فلك كانت تسبح بصمت، وهي التي إن لامست وجهها أشعة الشمس قامت وعملت. وبينما الشمس واقفة في كبد السماء، رأت فلك محنية رأسها بسلام وهناء. حاولت أن تتسلل بنورها إلى وجه فلك بإصرار، لكن فلك ظلت تسبح، فازداد عند الشمس الاحتيار. طلبت الشمس مساعدة الريح، فهبت على وجه فلك علها تهنأ وتستريح، لكن فلك ظلت تسبح، إلى أن جاء بهاء طائر الببغاء ليأخذ نصيبه من البذور كالمعتاد، فيفطر عليها عندما يحين وقت الغروب. تفاجأ من انشغالها فأخبرته الشمس بأمرها: بهاء معتاد على بذور فلك بسخاء، فطيلة شهر رمضان تقدم له طعامه بانتظام. أصبحنا وأصبح الملك لله. فرفعت فلك رأسها بحياء وقدمت عطيتها منثورة لبهاء. سألتها الريح: وضوءك غريب، هل تحتاجين أي طبيب؟ أنا أتحضر لليلة عظيمة تنزل فيها القرآن الكريم، فيها يفرق كل أمر حكيم تنزيلاً من رب العالمين. هي ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، وأود يا أصدقائي أن أتقوى على قيام ليلتي كما أعبد ربي بصوم نهاري. سرت الشمس والريح وبهاء لما قالته فلك، فمن الحكمة أن تستريح وأن تقوى على الصلاة والقيام والركوع والصيام، فهذا من سنن أهل البيت عليهم السلام. كان قد انقضى نصف النهار وقد تاقت فلك للإحياء وملت الانتظار، لكنها قضت وقتها بالصلاة والتسبيح والدعاء مع الكائنات والشمس وبهاء، ثم أخذت قيلولة قصيرة ليتنشط قلبها للعبادة في هذه الليلة الطويلة. ودعتها شمس النهار وغابت خلف البحار، فطلع قمر الليل وأضاء السماء بالأنوار، وحوله النجوم تلمع بين الغيوم. أفطرت فلك على قطر الندى، وتناول بهاء بذورها، ثم سجدت لله واغتنمت فرصتها الثمينة. راحت تكرر سورة القدر مرات ومرات ودعاء الافتتاح مع كل الكائنات، إلى أن جاء وقت السحر والقمر شاهد على دعاء فلك وكل الأنام. اختتم الجميع إحياءهم بدعاء الإمام الحجة عليه السلام، فكانت الأصداء تتعالى بخشوع. حينها سطع نور ليس كضوء القمر ولا النجوم ولا البدر، إنه نور الإمام المهدي المنتظر، هو شمس الأمنيات والأعمال الصالحات والمنجي من الظلمات.